بكم من جديد مشاهدينا الأحبة، وصباح النور لكل من يعمل في كل الميادين. ونحن نرفع راية عمان ونواصل الإنجاز في هذه المحطة بإذن الله. سنتعرف أكثر عن معرض بترو برزة إكسبو مهندسي النفط، سنتحدث أكثر عن تفاصيل هذا المعرض مع ضيوفنا الكرام الفاضل الهيثم بن خلفان البكري، رئيس جماعة مهندسي النفط بكلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس. أهلا وسهلا بك، وصباحك خير معنا في برنامج قهوة الصباح. ومعنا الفاضل عبد الله بن محمد المياحي، نائب رئيس جماعة مهندسي النفط بكلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس. حياكم الله الهيثم وعبد الله، احنا جدا سعداء وجودكم اليوم معنا في قهوة الصباح. انتم ما زلتوا على مقاعد الدراسة صحيح؟ صحيح. اي سنة بالضبط؟ سنة خامسة؟ سنة رابعة. كل التوفيق ان شاء الله تعالى. المعرض معرض بترو برزة اكسبو مهندسي النفط. انا قبل لا ابدا وحوراك كذلك بطرح الاسئلة والمحاور، خاطر اعرف لماذا بترو برزة في البداية يا الهيثم؟ مترو برزة هو معرض يختص بمجال الطاقة والنفط. هو كان يعني فكرة لأول مرة تطرح. ممتاز. فبما أن كان في عندنا مشاركات دولية، أيوة، فحبينا نطلع باسم يبرز نفس الهوية العمانية والجلسة العربية والاختصاص البترول. حلو. فكان في عدة أسماء مقترحة، ففي النهاية طلعنا بترو برزة. البترو تدل على البتروليوم، أيوة، والبرزة اللي نعرف الجلسة العربية. بالضبط. ممتاز. طيب عبد الله، يعني يهدف المعرض إلى صقل مهارات منتسبي الجماعة مهنيا وقياديا، هنا من خلالك نتحدث أكثر عن محتوى هذا المعرض. لما أنا أروح لهذا المعرض إيش بشوف بالضبط؟ طبعا نفس ما تحدث الهيثم، إحنا عندنا مشاركات دولية وعندنا مشاركين من مختلف الدول. إحنا هدفنا في هذا المعرض أنه نجمع كل هذا الأشخاص، نتعرف عليهم، نكون أقرب منهم، نقوي علاقاتنا معهم ونعرف تاريخهم يعني بالمختصر. ممتاز. لأنه نكون قريبين منهم. طبعا هذا راح يفيد كل الطلبة اللي في نفس التخصص، ونفس الشيء نعرف المجتمع عن هذه الثقافة اللي هي ثقافة النفط والغاز بصورة أقرب يعني. ممتاز. جميل. الهيثم، الحين نقترب أكثر ونتعمق في تفاصيل وأركان هذا المعرض، إيش محضرين أساسا للزوار؟ في المعرض فيه أشياء مختلفة من ضمن الأركان اللي بيكون فيها الدول المشاركة. فبيكون في عندنا بوسترات يتقدموا عن تاريخ دولهم، ما شاء الله، إيش ممكن يعني التكنولوجيا اللي كانوا يستخدموها، إيش أبرز الأحداث في تاريخهم. هذا الدول من وين بالضبط؟ هذه الدول، الدول في عندك من شرق آسيا إندونيسيا، عندك من إيران، من دول الخليج عندك السعودية والبحرين. حلو. عندك نفس الشيء من النمسا. حلو. عندك شيء من الأرجنتين، أمريكا. ما شاء الله. هذول طلبة ولا طلبة؟ في منهم بكالوريوس. طلبة كلهم يعني المشاركات كلها طلابية. حلو. تنظيم. حلو. طلابي. فمختلف مراحل دراسية، في بكالوريوس، في الماجستير، وفي الدكتوراه. جميل. ممتاز. يعني في تنوع. تنوع. نعم. في هذا المعرض. طيب من وجهة نظرك، إقامة نفس هذه المعارض والفعاليات مع إشراك طلبة من مختلف دول العالم حتى يتعرفوا أكثر عن ثقافة السلطنة ومواردها المختلفة؟ في وجهة نظري يعني أنه أغلب المحافل الدولية وأغلب المعارض الدولية أكيد أنه هدفها أنه نعرفهم عن بلادنا وأنه نشرح لهم يعني عن بلادنا، لكن هناك في معرضنا هذا كان واحد من أهداف أنه لأن إحنا أصلاً جزء من عالم كبير، يعني ما يستوي إننا ننعزل عن هذا العالم وتكون لنا أفكارنا ومبادئنا، لازم نشاركهم بهذا الشيء، لازم نشاركهم تجاربهم وخبراتهم، وهذا يعني شيء كبير سويناه في المعرض والحمد لله. ممتاز. ممتاز. الهيثم، لما سألتك عن الأركان تحدثت عن ركن واحد وهو ركن الدول المشاركة. فقط المعرض يقتصر على هذا الركن أو لا؟ لا، هناك أساساً أركان أخرى مختلفة. في أركان أخرى، في جلسات حوارية، في مسوينا مسابقة لهذه الدول المشاركة. أيوة. يقدموا فيها يعني في مجال الطاقة، بما أننا نحن دول كدولة كحكومة نتوجه إلى الطاقة النظيفة. فحطينا مسابقة تختص في هذا المجال، كل المشاركات يعطوا خبراتهم ويقدموا أوراق بحثية تخص مجال يعني توجههم في الطاقة النظيفة هذه، وكيف هم يعني ناويين يوصلوا يعني. ممتاز. فالطريقة، التكنولوجيا استخدموها، الاستراتيجية. حلو. فكان في مسابقة كانت بالأمس ويعني كانت مشاركات جدا ممتازة. أنا أتذكر لما أيام الجامعة لما يقام معرض مثل هذا المعرض أو مشابه له، دائما تكون هناك أو حتى يكون هناك ركن خاص للمشاريع الطلابية.
للإنجازات والمشاريع غيرها. الحضور في هذا المعرض كذلك الهيثم؟ لا، هذا يختص بالجامعة الهندسية. ممتاز. بيكون في معرض الجامعة الهندسية في الفصل الجاي لهذا الفصل، فهذا المعرض يختص فقط بالبترول. حلو. فالجامعة يعني فيها جامعات مختلفة، كل جامعة فيها اختصاص معين. حلو. فبيكون في تنوع في الفعاليات. ممتاز. يعني كما ذكر زميلك الهيثم أن هناك في تنوع عموما في الفعاليات والأنشطة في هذا المعرض، ولكن أنا حابة أعرف أبرز المحاور اللي تم التطرق عليها في هذا المعرض بالتحديد. شاهدنا أن هناك في أوراق بحثية تم تقديمها في المعرض. طبعا هذا اللي ذكرنا هيثم المسابقة كان تحدث عن أنه موضوع السستينابيليتي، اللي هو انه بعدين لما يخلص البترول كيف احنا بنكمل. لكن هناك شيء كان فعاليات مصاحبه، كان عندنا اكثر من محاور، يعني فعاليات تحاور. ممتاز. منها انه وومن ان اندستري، ونفس الشيء تكلمنا عن جرين هيدروجين، وبعد بنتكلم عن يعني بتكون هناك شيء ورشه عن H2S وكيف هو في هذه الصناعه. الهيثم يعني انت تطرقت الى اركان هذا المعرض وذكرت ما شاء الله، وكذلك زميلك عبد الله، يعني مساحات متنوعه راح تكون حاضره ضمن نطاقه، سواء من خلال المناشط التي راح تكون مصاحبه ومرافقه او حتى من خلال المسابقات اللي راح تحصل. انا الحين اريد اعرف من خلالكم انتم الاثنين مدى الاقبال من قبل طلبه وطالبات جامعه سلطان قابوس لحضور مثل هكذا فعاليات ومناشط تعنى تحديدا بمجال هو اساسا يختص بالدراسه الجامعيه. هو الاقبال يعني كان الحمد لله ممتاز، ونحن سعداء يعني بالحصلنا الاقبال حصلناه. بس هو قال الطالب لما يحضر ويشوف يعني مختلف الدول يقدر يلاحظ التنوع. يعني اوكي مجال نفط الطاقه يحسبوه مجال واحد، في مفاهيم غلط مجال نفط الطاقه يحسبوه بركه موجوده، بس لما يوصلوا هناك ويشوفوا يعني الاشياء العميقه بشكل مبسط، كل دولة تطرح فكرتها بصورة مختلفة. حلو. فهم يفهموا يعني المحتوى اللي احنا قاعدين ندرسه، المحتوى اللي العمان حاليا معتمد عليه اللي هو مجال نفط الطاقة، فيعرفوا انه مثلا النفط موجود في مسامات الصخور وليس في بركة فقط ينتجوا منها. ممتاز. فهذه كل المصطلحات يعني المعرض يعني وصل لهم الفكرة الصحيحة، وكان الحمد لله يعني حتى المشاركين كانوا يعبرون عن رأيهم بما انه يعني الطلاب حاضرين. حلو. فيعطوهم من طبيعات إيجابية. لا، لكن اللي يزور هذا المعرض أساسا فقط طلبة وطالبات تخصص هندسة النفط ولا لا حتى من مختلف التخصصات؟ مختلف من مختلف الكليات. لا، فيهم شغف، فيهم فضول أنهم يحضروا يزوروا المعرض. صح، بعضهم يعني مستغربين، وفي كان في عندنا حضور من الكليات الأدبية وحضور من خارج الجامعة، في عندنا كبار وصاروا من الشركات، فكان هم يعني عندهم فضول أن يعرفوا هذا الدول إيش قاعد تسوي، إيش تقدم. ايوه، فكان يعني الحمد لله يعني نحن سعداء بالنتيجه. ايوه، انا هنا سؤالي يعني بما ان في طلبه من خارج سلطنه عمان مشاركه معكم في هذا المعرض، ويمكن بعض الطلبه يزوروا السلطنه لاول مره، فايش هي الاسئله اللي كانت تدور في بالهم حول موضوع يعني مجال النفط والطاقه؟ طبعا ما بس كانت اسئله عن مجال النفط والطاقه لانهم اول مره يزوروا السلطنه يعني معظمهم. نعم. فلما رحنا للمطاعم الشعبية كانوا مستغربين عن الأكل، يسألون عن الأكل، يسألون عن الديكور، حتى كان هناك في جولة في الجامعة كان جدا مستغربين إنه كذا ديزاين وما إلى آخره. فبمجال النفط والطاقة هم كانوا يعني كنا مستغربين، لأن كنا نتعرف على الدول هذه بأشخاصهم فعلا عاشوا في ذيك الدولة، عصر الأحداث اللي كانت جالسة تصير في ذيك الدولة. أيوة. هم يحكوها بواقع إنهم عاشوه فعلا. فلما جينا نتكلم عن بلادنا يعني بالنسبة لهم كانوا هم مستغربين جدا إنه مثلا إحنا عندنا هذا الغاز إحنا نصدره بشكل سائل ما بشكل بايبلاين اللي هو أنابيب، إنه أيوة. نوصله نصدره للدول الثانية. كان بعضهم مستغرب من هذا الشيء إنه عندنا يعني هذا المجال. نفس الشيء كانوا مستغربين انه احنا عندنا بايب لاين اللي هو من ظفار تقريبا الى الاماكن التصدير، فمعظمهم في دولهم يعني شيء من دول في واجد جزر، فتختلف الخصائص البترول من منطقه لمنطقه، بس احنا نجمع كل هذا الخصائص من جنوب من شمال ونجمعهم في انابيب واحده،
وكان قدنا مستغربين. ممتاز، وهنا تكمن الفائدة الحقيقية في تبادل هذه التجارب حقيقة ما بين مختلف الدول المشاركة، وخاصة أنكم طلبة وهم طلبة كذلك على مقاعد الدراسة. شكرا لكم، شكرا لوجودكم اليوم معنا في برنامج صوت الصباح. أكيد نتمنى لكم كل التوفيق. الهيثم بن خلفان البكري، رئيس جماعة مهندسي النفط بكلية الهندسة بجامعة سلطان قابوس. شكرا الهيثم. وشكرا كذلك لعبد الله بن محمد المياحي، نائب رئيس جماعة مهندسي النفط بكلية الهندسة بجامعة سلطان قابوس. شكرا لك يا عبد الله. أكيد نتمنى لكم كل التوفيق وأنتم على مقاعد الدراسة. إذن المشاهدين الكرام، إلى فاصل، بعده نعود، خلوكم معنا.